بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة. ألقت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح ظلالا على محادثات القاهرة لمحاولة إبرام اتفاق الهدنة بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر ومصر ووفدين إسرائيلي وآخر من قبل حركة حماس، غداة إعلان الحركة موافقتها على مقترح لهدنة طويلة وسط تحذيرات من تداعيات دولية وإقليمية للعملية. نناقش ما يجري في رفح وكذلك ما يجري في القاهرة بعد هذا التقرير. واقع جديد على الأرض قد تمتد آثاره إقليميا ودوليا فرضه الجيش الإسرائيلي بعمليته في مدينة رفح التي وضعت المفاوضات أمام مصير مجهول، بينما تواصل القاهرة والدوحة اتصالاتهما لاحتواء التصعيد دون أفق واضح لسير المباحثات. تطورات متسارعة قبل ساعات من محادثات جديدة تعقد في القاهرة لمحاولة إبرام اتفاق الهدنة يشارك فيها ممثلون عن الدول الوسيطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، بالإضافة إلى وفدين إسرائيلي وآخر من حركة حماس. إن الاستيلاء على الممر في رفح اليوم خطوة مهمة جدا، وخطوة مهمة على طريق تدمير القدرات العسكرية المتبقية لحماس، بما في ذلك القضاء على الكتائب الإرهابية الأربع في رفح. وفي إطار التداعيات الإقليمية للعملية برزت أصوات مصرية تحذر من تأثيرها على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ومساسها بالأمن القومي المصري، وقد تكون حافزا لإيران لدفع أذرعها في لبنان والعراق واليمن لتصعيد هجماتهم على إسرائيل والمصالح الأمريكية بهدف تخفيف الضغط على حماس حسب ما يرى مراقبون. بينما تمثل العملية لنتنياهو وائتلافه الحاكم الفرصة الأخيرة لتحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على قدرات حماس وتحرير الأسرى والرهائن، تتواصل التظاهرات في الداخل الإسرائيلي للمطالبة بوقفها فورا والقبول باتفاق الهدنة حفاظا على حياة الرهائن. وينضم إلي من القاهرة دكتور أيمن رقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس. أهلا بك دكتور أيمن معنا. كما ينضم إلي من نيويورك المحلل السياسي دكتور نصير العمري، وهنا معي في الاستوديو سكرتير عسكري سابق لوزراء أمن إسرائيليين أستاذ إيتان دانغوت. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ النقاش دعونا نتوجه إلى تل أبيب وإلى مراسلنا بليغ صلادين. أهلا بك بليغ، صورة الوضع لديك وجديد التصريحات التي تتعلق بما صار المفاوضات. نعم نورين، إذن وبعد 24 ساعة من الاستناد إلى مصادر ويعني مسؤولين أمريكيين يتحدثون بدون ذكر اسمهم قبل نحو ساعة، جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض يقول أن الولايات المتحدة وإدارة بايدن ترى بعد تحليل أجوبة حماس وكذلك الرد من قبل إسرائيل أو ما يعني كانت قد التزمت به إسرائيل في 27 من إبريل الماضي أنه يمكن التوصل أو يمكن يعني جسر الهوى بين الطرفين. هذا يأتي طبعا والوفود الإسرائيلي والتابع لحركة حماس وكذلك طبعا الوسطاء موجودون في القاهرة لبحث تطورات هذه الصفقة. مما نفهمه الوفد الإسرائيلي متواجد هناك لمعرفة أو لتوضيح نقطة واحدة، وهي قضية هل حماس تطالب أن يكون هناك التزام إسرائيلي بوقف الحرب ما من اليوم الأول أو يعني من المرحلة الأولى. إسرائيل تريد معرفة ماذا بإمكانها أن تبدأ بهذه الهدنة وتحرك 33 من المخطوفين طبعا مع الأمال بأن أغلبهم أو كلهم يكونون على قيد الحياة، ومن ثم تعود إلى الهدف الأول من هذه الحرب وهو القضاء الكامل على حركة حماس. هذا يعني هدف البعثة الإسرائيلية. ومن جهة أخرى نرى بأن التصريحات في إسرائيل إن كان من عائلات المختطفين خصيصا من أولئك المنتمين لمنتدى عائلات المختطفين يقولون أنه حتى ولو يعني طالبت حماس بوقف الحرب وكان هذا هو الشرط الوحيد الذي من الممكن أن توافق عليه إسرائيل ومن ثم يعود أبناؤنا وأحباؤنا إلى إسرائيل فيجب على الحكومة أن توافق عليه. من جهة أخرى نرى أن سموتريتش على سبيل المثال وبنغفير يقولون أن إسرائيل لا يجب أن تقع في هذا الفخ كما يسمونه الذي بنته حركة حماس لإسرائيل، وأن يواصلوا العملية في رفح حتى تحقيق الأهداف الاثنين وهو القضاء على حركة حماس وبالضغط العسكري بأن تقوم حركة حماس بتحرير المختطفين. إذا النقاش واضح في إسرائيل إن كان
كان في يعني عائلات في صفوف عائلات مختطفين في الشارع الإسرائيلي، ولكنه غير موجود حتى الآن على الأقل في الكابينت الإسرائيلي الموافق على أنه لا يمكن قبول الشرط بوقف الحرب. من تل أبيب بليغ صلاحدين، شكرا جزيلا لك بليغ. ننتقل إلى غلاف غزة وإلى مراسلنا عمر ربيع. أهلا بك عمر، لتضعني في جديد التحركات الإسرائيلية العسكرية داخل قطاع غزة. نعم لورين، إذن في البداية يجب أن نذكر أنه في الرشقة الأخيرة نحو الغلاف أطلقت من قطاع غزة نحو الغلاف 30 قذيفة، نصفها تم اعتراضهم من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، والنصف الآخر سقط بمناطق مفتوحة باستثناء قذيفة واحدة سقطت في نحل هبسور، والأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق هناك. لا يوجد هناك أي إصابات. وبالنسبة للتحركات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، فإن الغارات الإسرائيلية والضربات المدفعية ما لا تزال مستمرة، ليس فقط في رفح وفي الجنوب والوسطى، إنما أيضا في شمال قطاع غزة. رأينا من هنا من سديروت كان بإمكاننا أن نرى يعني السحب الدخان وهي تتصاعد من المباني داخل قطاع غزة جراء يعني ضربات إسرائيلية هناك. الأمر الذي يؤكد أن يعني المعارك لا تزال محتدمة في شمال قطاع غزة. أيضا هناك تواجد يعني لعناصر ومسلحي حركة حماس، وأيضا القوات الإسرائيلية لا تزال متواجدة أيضا على تخوم يعني في المنطقة الآمنة بين الغلاف وقطاع غزة. نريد أيضا أن نشير إلى أمر أخير لورين، ألا وهو أنه يتوقع يوم غد أن يتم الانتهاء من الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي في ساحل قطاع غزة، وهو رصيف يعني تتوقع الولايات المتحدة أن يستوعب المساعدات الإنسانية التي ستستبدل على ما يبدو معبر رفح بميناء في قبرص. طبعا هذه الخطة توافق عليها إسرائيل وهي مدعومة أيضا من الغرب. من غلاف غزة عمر ربيع، شكرا جزيلا لك عمر. أستاذ إيتن، لنبدأ مع التحركات العسكرية في رفح، تقييمك وقراءتك لكل هذه التحركات، وتحدثني عن أهمية هذا بالنسبة لإسرائيل. البداية أو المرحلة الأولى وهي مرحلة العملية المحدودة، هي مرحلة تخدم هدفين، التي إن لم تحدث أحدها فسنكون في مشكلة. الهدف الأول هو الإفراج عن المقطوفين، والأمر الثاني هو استمرار ضرب حماس وإضعافها. حتى الآن الهدفان بهذا الترتيب هي أهداف العملية، لذلك هي المرحلة تفضي إلى إزاحة حماس وحكمه المدني في رفح، معبر رفح. والجزء الثاني من العملية تتركز في الأجزاء الشرقية من رفح، حيث يتم إزاحة المدنيين من هناك. وحتى الآن لا معارضة مصرية ولا معارضة أمريكية، واستمرارا للاتصالات في القاهرة تجري في القاهرة، ووفد حماس موجود هناك، ووفد ثانوي إسرائيلي سيصل. وإذا استمر الضغط العسكري أعتقد أن الكثافة والتصعيد سيؤدي إلى الفصل بين الهدفين، مما سيعقد الأمر وإلى تصعيد إضافي. علينا نأخذ بالحسبان الولايات المتحدة تضع كل ثقلها من أجل التوصل إلى اتفاق، وهذا سيكون فشل لها إن لم تنجح. سأتوسع معك بهذا دكتور أيمن، كيف تقرأ عملية رفح وكل هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية، وكيف تتابع القاهرة والدول العربية هذه التحركات؟ يعني قبل أن ننتقل إلى طبعا عملية تشتيح رفح التي بدأت بشكل متدرج السيطرة على معبر رفح، ثم ستتمدد بالسيطرة على محور صلاح الدين أو بيطلق عليه مقر فيلادلفيا بشكل متدرج، هذه الخطة قد وضعت بين يدي الأمريكان، والأمريكان نصحوا بدلا من أن يتم إخلاء رفح كتلة واحدة وأن يتم تنفيذ عملية بشكل متدرج، وهي توفر على كثيرا على الاحتلال الإسرائيلي في موضوع التكلفة، لأن نتنياهو كان مجبرا أن يوفر خيام وأماكن نزوح للفلسطينيين. الآن يقول لهذه المربعات اخلوا فسيخلى الناس لوحدهم، سيأخذوا حاجاتهم وينتقلوا إلى أماكن أخرى أكثر أمانا حددتها الاحتلال من ضمنها مناطق وسط وغرب خان يونس. بالتالي هذا ما تم خلال الساعات الماضية، واجتياح رفح كان
طبعا من ضمن ذلك. الغريب ان الحديث ان بعض الرفع سيتم تسليمه الى طبعا كما قال شركه امنيه اسرائيليه اليوم نشرت ذلك ارتس، وهذا شيء جديد، وقد يكون بالتاكيد بلاك ووتر او غيره من هذه طبعا المنظمات التي تعمل في مجال طبعا الحروب، لأن قيل أنهم قد يكونوا ضباط عسكريين متقاعدين. ربما تقارير تتحدث كذلك عن أن إسرائيل ربما تخطط إشراء فلسطينيين إلى يعني تمت لهم علاقة بصلة مع حركة حماس بحسب ما يرد الآن من تصريحات. أختي الكريمة، كان بإمكان الحديث عن السلطة، لأن السلطة كانت بالسابق هي المشرفة على معبر رفح، وهي شاركت في الاتفاق المعابر عام 2005 بحدود بمشاركة الاتحاد الأوروبي والطرف الفلسطيني، والإسرائيلي كان يراقب. لكن حتى الآن نتنياهو يرفض وجود السلطة في غزة بشكل كامل، ومعبر رفح إحدى هذه المراكز السيادية بشكل كبير جدا. ولذلك أنا أعتقد حتى من قال أن العملية محدودة في رفح فهو مخطئ، العملية ليست محدودة، العملية ستتسع، معبر رفح سيظل تحت السيطرة حتى يتسلمه جهات إن كانت شركة أمنية أو جهات أمنية أخرى في المرحلة القادمة، لكن الاحتلال يصر على إكمال مراحل اجتياح رفح بشكل متدرج. في ظل هذا الإسرائيل الإسرائيلي دكتور أيمن، كيف تفسر صمت الدول العربية وصمت القاهرة؟ يعني القاهرة أصدرت بيان أدانت هذا ما قامت به رفح، عفوا حماس في إسرائيل، عفوا في رفح، وحذرت من ما قبل ذلك بشكل كبير جدا. المملكة العربية السعودية أدانت، وبعض الدول العربية أصدرت بيانات بشكل كبير جدا. بالأمس كان هناك بيان مشترك من بكين وباريس في نفس السياق ضد هذا الأمر، ولكن إذا كان هناك سيذهب قد يكون هناك تصويت لقرار مجلس من خلال أيام مطالبة وقف عملية رفح، ولكن في فيتو أمريكي سيمنع ذلك. الأمريكان الذين كانوا بالسابق يقولون، ويمكن يجب أن نميز ما يقال في الإعلام ويمارس حقيقة، الأمريكان يقولون نحن ضد هذه العملية، ولكن هم أشرفوا على تفاصيل. حتى عندما قدمت القرارات لكاميلا هيرس قالوا المساحات المحددة لعملية الإخلاء لا تكفي لذلك بشكل كبير جدا، والرصيف الموجود الأمريكي في غزة الذي قيل أنه سيعمل خلال الساعات القادمة بعد أن فكك لإعادة تجميع في منطقة أسدود نتيجة الأحوال الجوية ثم أعيد مرة أخرى، بالتأكيد هذا له تبعات أخرى، هو أن الحرب مستمرة، وأنا أعتقد رفح هي المرحلة الرابعة من هذه الحرب، وسيكون بعدها مراحل أخرى ثامسة وقد يكون سادسة. نعم دكتور نصير، فيما يتعلق بالمفاوضات بحسب ما نلمس من تصريحات البيت الأبيض، هناك تفاؤل أمريكي بشأن التوصل إلى صفقة، على ماذا يدل هذا برأيك؟ هذا يدل على أن الأمريكي كان يعمل من وراء الكواليس، وهو كان في الحقيقة مسؤول عن إخراج آخر حركة من حماس، وهي القبول بالهدنة بضغط من مصر وقطر. والإسرائيلي يعتقد بأن الأمريكي كان يعمل من وراء ظهره، من وراء الكواليس، ليصل إلى هذه الاتفاقية. وهناك يعني مخاوف من أن الدور الأمريكي الآن بدأ يهيمن بعض الشيء على الدور الإسرائيلي، باعتقادي بأن أمريكا وإسرائيل والأنظمة العربية الفاعلة في المنطقة لها نفس الأهداف، وهي في المرحلة النهائية القضاء على حماس وإخراجها من السلطة وإعادة السلطة الفلسطينية. وأظن بأنه ما رأيناه في رفح هو مجرد مناورة، ولكنها أنا أتفق مع الضيفين، أحد الضيفين يقول بأنها عملية محدودة والآخر يقول غير محدودة، أنا أقول بأنها محدودة وغير محدودة، ومعنى ذلك بأنها في هذه المرحلة دخول رفح هو إظهار لحماس ما يمكن أن تفعله إسرائيل، وقد دخلت إلى المعبر دون مقاومة، وهذا من جهة. من جهة أخرى إسرائيل على المدى البعيد هي في الحقيقة تهيمن على قطاع غزة، وفي الوقت الحالي وقف إطلاق النار ينفع سياسيا، إعادة الرهائن ينفع بايدن سياسيا وينفع نتنياهو سياسيا، ولكن أظن بأنه الإسرائيلي لا يريد أن يوقع على أي شيء ينهي هذه الحرب. ومع ذلك أعتقد بأن نتنياهو على وشك أن يقبل بالهدنة ويتم الانتقال إلى مرحلة ربما أسابيع طويلة من الهدوء، وبعد ذلك تبدأ اللعبة السياسية ودخول دول عربية إلى ساحة غزة، وهذا ما يريده الأمريكي. الأمريكي يظن بأن السياسة الهادئة وإخراج حماس من الصورة بشكل هادئ سيؤمن لنتنياهو وبايدن ارتياح سياسي داخلي، وبعد ذلك يعني أخلق الله ما لا تعلمون.
نعم أستاذ إيتن، هل توافق بالفعل أن لربما القادة الإسرائيليون بنيامين نتنياهو موشك على الموافقة على الصيغة المطروحة، على الصفقة المطروحة؟ السؤال أي مقترح؟ يجب أن نقول أن حماس قامت هنا بحيلة، نشرت أنها توافق على المقترح المصري، لكن ما وافقت عليه لم يكن المقترح المصري. كانت هناك أمور غريبة بما نشرت حماس، والأمر المقلق هو أنه في المرحلة الأولى هي أدخلت بند تقول فيه أنه إن لم تنجح بتقديم 33 مخطوف على قيد الحياة كما ينص عليه المقترح الأصلي، هي ستكمل العدد بما تراه، بما يعني أنها تريد جلب جثث، وهذا مقلق. كم بقي من المخطوفين على قيد الحياة؟ وإذا ما تحدثنا عن المرحلة الأولى، هل حماس تتحكم بكامل المخطوفين؟ هي أدخلت تعديلات على المقترح المصري، لذلك هناك حالة دفعت إلى إدخال إسرائيل، وأعتقد أن إسرائيل أخطأت أنها لم ترسل وفد إلى القاهرة، لأن وجود وفد حمسوي دون وجود إسرائيلي أعطى حماس الكثير من الثقة بالذات، بينما الولايات المتحدة تريد صفقة، وضغط رئيس CIA على إسرائيل، وربما أحد الوسطاء كان على دراية بشأن إعلان حماس. إذا ما تسألين هل يوافق بنيامين نتنياهو، علينا أن نرى أننا نعود إلى المقترح المصري الأصلي وليس نعم إذا مقترح كان هناك كذب. لعيب من قبل الوسطاء وحتى من قبل حركة حماس، لماذا يصر الجانب الإسرائيلي على إرسال وفد إلى القاهرة إذن؟ لا أعرف أن أقول لك بشكل واضح لماذا أرسله، وما الذي سيقرره نتنياهو لكي يقرر أن يسير باتجاه صفقة، بينما ائتلافه يرفض والشارع يؤيد، على بنيامين نتنياهو أن يتخذ قرار. هذا القرار سيكون بضغط أمريكي، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة، لذلك أقول أن المرحلة الأولى من العملية ستكون محدودة، ستعطي فرصة لحماس أن تفهم مدى جدية إسرائيل. هل حماس غدا في القاهرة ستتراجع عما نشرت بالأمس، أو أنها ستبقى بنفس الورقة، وحينها نحن سنرى توسيع العملية وإبعاد الصفقة كامل؟ ماذا يعني توسيع؟ يعني سيطرة بالكامل على محور فيلادلفيا؟ زي كودم كل شليتا هذا يعني في هذه العملية أمران، مسألة معبر رفح، أعتقد أن معبر رفح يجب أن يتم نقله إلى منطقة معبر كرم أبو سالم الذي هو أسهل للتحكم والسيطرة به من المعبر الحالي. الجزء الثاني نعم محور فيلادلفيا بالتنسيق مع الجانب المصري للتخفيف من عملية تهريب الأسلحة، والجزء الثالث هو ضرب حماس، هذا هو الهدف الثالث للعملية وفق الأهداف. ينضم إلي من قطاع غزة ضياء حسن، الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني، أهلا بك ضياء. جديد التصريحات من قطاع غزة، خاصة مع وصول الوفد الحمساوي إلى القاهرة. نعم، يعني وصل خليل حي على رأس وفد قيادي حركة حماس يضم زاهر جبرين وهو مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس أو في المكتب السياسي لحركة حماس، إلى جانب أيضا محمد نصر وأيضا غازي حمد الذي يعني يعتبر من أحد قيادات حركة حماس في رفح، وأيضا على مستوى قطاع غزة والمكتب السياسي وانتبع يعني عن منطقة رفح في عضوية المكتب السياسي. يعني ذلك كل يحمل باعتقادي رمزيات معينة ومحدودة واضحة، خاصة وأن حركة حماس يعني في بيانها الذي أعلن
كانت عن وصول الوفد فيه إلى القاهرة تحدثت عن وكأنه سيتم إنجاز الاتفاق يعني خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وكأن الوفد جاء فقط مجرد توقيع على الاتفاق، وكأن هناك ضمانات حصلت عليها من الوسطاء أو جرت اتصالات أو حتى ربما أيضا من الولايات المتحدة، وحتى الولايات المتحدة ربما متفائلة في هذه المرحلة. هذا صحيح، ولذلك كنت أقول يعني وليام بيرنز اللي هو رئيس المخابرات المركزية الأمريكية كان متواجدا في الدوحة ووصل أيضا هذا المساء إلى القاهرة، وكأن هناك اتفاق يجري خلف الكواليس حتى رغم يعني المعارضة الإسرائيلية الشديدة ورغم كل الأمور، إلا أن يبدو الوسطاء بما فيها الولايات المتحدة يعني تجد نفسها متفائلة بإمكانية أن يتم ربما إحداث اختراق يمكن فيه من خلال التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه المشاكل التي تتعلق ربما بالرفض الإسرائيلي مثلا لوقف إطلاق ومستدام، ربما يتم التوافق بشأن موضوع الأسرى خاصة وأن هناك اعتراض إسرائيلي على قضية أسرى أحياء وأموات، أو يعني فيما إذا كانت حماس ستسلم هكذا أم ستسلمهم لهم أحياء. يعني عن مقتل أسيرة إسرائيلية هو رسالة أن هناك عديد من القتلى، ويبدو أن حركة حماس لا تعرف مصير كل الأسرى لديها وتريد الهدنة ربما للتوصل أكثر عن مصيرها وخلاياها الموجودة في بعض المناطق لمحاولة معرفة مصير بعض الأسرى الإسرائيليين، أو ربما تبحث عن أسرى إسرائيليين تحت أنفاق دمرت ربما كانوا فيها بفعل القصف الإسرائيلي. ولذلك نحن أمام ربما ظروف معقدة، لكن هناك ربما تفاؤل محدود. حتى يعني أسامة حمدان القيادي في حركة حماس قبل قليل في مؤتمر صحفي كان يتحدث بهذه الروح الإيجابية والتفاؤل، وكأن الدوحة شهدت في الساعات الماضية قبل الوصول إلى القاهرة من قبل جميع الوفود التي وصلت من هناك، يبدو أن هناك كان ربما حوارات جرت أو اتصالات جرت خلف الكواليس من أجل ربما العمل على إتمام الاتفاق بشكل كامل. نعم، يعني التحذيرات المصرية أيضا من العملية العسكرية أو توسيع العملية العسكرية في رفح من الواضح أنها قد أيضا تأثر على أي موقف لإسرائيل في حال وسعت العملية، ربما نجد موقف مصر أكثر حذر. نعم ضياء، سنعود إليك، هناك خلل تقني في الصوت. دكتور أيمن، ما الذي تتوقعه خلال الساعات المقبلة؟ هل بالفعل ستنجح القاهرة وقطر والولايات المتحدة في حث الأطراف للتوصل إلى الصفقة؟ يعني أولا يجب أن نوضح عدة أمور. الأمر الأول أن نتنياهو لم يستمر الحرب، هو لا يريد لهذه الحرب. أعتقد حتى لو وقفت حماس على أي شيء فهو لا يريد هذه الحرب أن تنتهي، لأنه يدرك إذا انتهت الحرب عليه استحقاق سياسي، والاستحقاق السياسي وإجراء انتخابات مبكرة حسب كل استطاعته رأي، حتى لأن تجيه وكالات الأنباء ومراكز الإطلاع الإسرائيلية نتنياهو لن يحظى بأغلبية، وبالتالي سيغور وسيغيب أكبر عن المشهد بشكل كبير جدا. لذلك هو ضد وقف هذه الحرب. الطرف الآخر حركة حماس تريد أن تفضي هذه الهدنة لوقف الحرب لتبقى لها أقل تقدير أمل في أن تبقى في الحكم في قطاع غزة، ووقف عملية القتل ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي تريد الخروج بأقل الخسائر. حتى عندما يشار الآن أن هناك حماس أعلنت ورقة جديدة، أنا لا أعلم، حتى السيد التاني تحدث بنفس السياق. ممكن أن نطلع على الورقة الرئيسية التي أعلنت الأمريكان والمصريين والقطريين على تسليمها للجانب حماس والجانب الإسرائيلي، وما هي الورقة التي عرضتها حركة حماس؟ كل ما اطلعنا عليه هي وثيقة قديمة، حتى لأن كل ما نشرتها وكالات الأنباء هي الوثيقة القديمة التي نوقشت في الأيام الأولى لهذه المفاوضات. حتى الآن لا توجد وثائق جديدة تتحدث عن موقف قدمته حماس. حماس بيانها كان واضح، نحن نقبل بالورقة الهدنة التي سلمتنا لها مصر. لاحقا بدأ الحديث عن من الإعلام العبري أن قيل بها أن حماس تقول نحن سنطلق سراح 33 لم يحددوا أحياء أموات. اليوم أعلن أبو عبيدة ناطق باسم حركة حماس عن إحدى المتوفيات من الأسيرات الإسرائيلية. بالتالي هذا بالتأكيد يحتاج ترتيبات، لكن أنا أعتقد إذا عيدت المفاوضات كل ملفات يمكن إنجازها، حتى ملف الأسماء والتسليم من هم أحياء من هم أموات من الأسرى، لكن الملف الصعب حتى لا هو وقف الحرب. لذلك مطلوب أن يقبل نتنياهو بأن لا يغامر طويلا بدولة الاحتلال، وبأن يقتل مزيد من الشعب الفلسطيني من أجل بقاءه في الحكم، وأن تقبل حماس بأنه آن الأوان لأن تضع هذه الحرب أوزارها. وبالحروب العادلة لا يوجد
يعني ممكن أن نصل إلى حلول وسط، ليس ضرورة الكل يكون كسبان أو خسران، نستطيع أن نصل إلى حل وسط في هذا الأمر. أتمنى في النهاية أن تبذل جهد عميق في هذه الأمر. أنا بالعكس لست متفائلا بصراحة بأننا قد نصل إلى هدنة واسعة، قد تصل إلى هدنة جزئية في نسبة أقل تقدير إطلاق سراح الأسرى المدنيين والمجندات، طبعا مدنيين النساء والأطفال والرجال والمجندات في مرحلة واحدة، والمرحلة الثانية أصلا مبهمة بكم عدد الأسرى الإسرائيليين وكم عدد الأسرى الفلسطينيين، مرحلة لم تحسم حتى في جولات المفاوضات وأجلت إلى طبعا. فأنا أتساءل إذا يعني ما مختلف في هذه المرة في ظل ما تتحدث عنه دكتور أيمن، وتحدث ضياء من قطاع غزة عن أهمية الوفد الذي يصل إلى القاهرة برئاسة خليل الحية. لا أعتقد أنه هناك في شيء مهم يناقش لأكثر ما نوقش خلال الفترة الماضية. حماس أعلنت أنها توافق على الورقة وأصدرت بيان، لا نعلم كما شرط ما هو محتويات الورقة التي سلمت لحماس وما هي محتويات الورقة التي نشرت إلا ما قرناه بالإعلام العدل. لذلك نحن نحتاج إلى أن نقرأ الوثائق كمحللين ومتابعين سياسيين لنرى بالفعل هل عدلت حماس. لذلك ولا يحق لحماس أن تعدل وتعلن أنها توافق على ورقة عدلت هي بنفسها بالتأكيد. هذا لا نقبل به الوسطاء، حتى الآن حتى الأمريكان لم يتحدثوا أنه غير مقبول التعديلات التي وضعتها حركة حماس بشكل أو بآخر. لذلك هناك تبدل من جميع الأطراف للوصول إلى حل. دكتور نصير، في حال أفشل بنيامين نتنياهو الصفقة أو الصيغة المطروحة في هذه المرحلة، ما سيناريوهات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية، خاصة وأن مشاهد من رفح يمكن أن تضر في وضع بايدن الداخلي؟ أعتقد بأنه نتنياهو يخشى إدارة السيد بايدن بشكل كبير، ولا يريد أن يغضب السيد بايدن، ولا أعتقد بأن نتنياهو سيقدم على اجتياح رفح، لأنه ببساطة من وجهة نظر الأمريكي تم إضعاف حماس، يعني لم يبقى من حماس الكثير من حماس. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني هذه الحرب كانت أمواجها عاتية بحسب ما نفهم، ولكن يا دكتور نصير بقي الكثير من حماس، يعني حماس لازالت تسيطر على قطاع غزة، قدرتها العسكرية لازالت قوية، إذن يعني حماس لازالت تسيطر بالكامل مدنيا وعسكريا. نعم، ولكن ثمن إخراج حماس ويعني دحرها بشكل كامل هو يصطدم بحقيقة، وهو أن الحرب اليوم في رفح لن تكون ضد حماس، ستكون ضد المدنيين بسبب الكثافة السكانية. ولذلك هناك معادلة يفهمها نتنياهو بشكل جيد ويحاول الأمريكي أن يشرحها له، وهو أنه من الآن وصاعدا لن يكون هناك إلا خسارة لإسرائيل، والسبب هو ليس قوة حماس ولكن هو قوة المجتمع الدولي والضغط الأمريكي الداخلي على بايدن الذي يقول بأن إسرائيل تقتل المدنيين. فالأمريكي يعني يعلم بأنه نتنياهو وصل إلى آخر الطريق، والمجتمع الإسرائيلي هناك تحول، يعني 55% من الإسرائيليين الآن يعتقدون بأن إعادة الرهائن هو أهم من يعني دحر حماس عسكريا. إذن أمواج الحرب العاتية هي في الحقيقة تتراجع، وأظن بأنه الجميع يرى بأنه حان الوقت لوقف هذه الحرب والتحول إلى السياسة والحديث عن مرحلة قادمة. ولكن هذه الحرب في الحقيقة يعني ما الذي سيحقق نتنياهو؟ أظن بأن كيف يمكن الحديث عن السياسة في ظل غياب لربما خطة واضحة من قبل الإدارة الأمريكية بشأن الملل القضية الفلسطينية؟ يعني هم يتحدثون الآن عن عنصر عربي يدخل، السعودية، الأردن، الإمارات تدخل لتحل محل حماس تدريجيا، استخدام إعادة إعمار غزة كوسيلة سياسية لإعادة ترتيب الوضع السياسي. يعني الأمور معقدة ولا يوجد أي شخص لديه خطة متكاملة، ولكن بكل تأكيد دخول رفح يعني لو كان فيه فائدة سياسية لا سمح الأمريكي لنتنياهو بأن يقضي على حماس،
ولكن في الحقيقة يعني هذا أظن بأنه أقصى ما يمكن أن تحققه إسرائيل دون أن يتم جلب نتنياهو إلى المحاكم الدولية والاعتراف بدولة فلسطينية وخسارة إسرائيل بشكل كامل على المسرح الدولي. إذن الأمور يعني تتجه نحو التهدئة بتقديري. نعم أستاذ إيتن، أخيرا قبل أن ننهي هذا الملف أو هذه الفقرة، فيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية في حال أفشل بنيامين نتنياهو هذه الجهود المبذولة حاليا، هل تعتقد أنه يمكن أن ندخل مرحلة من التوتر، توتر غير مسبوق بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تحديدا نتنياهو؟ تري كبر خفينو متخ בסיבוב קודם של השיחות שהיינו توتر في جولة سابقة حينما شاهدنا الولايات المتحدة تخرج وتصرح ضد إسرائيل وضد نتنياهو بشكل شخصي. هذا التوتر لا زال موجود في الهواء. الآن نحن في حالة تهدئة، ولكن إن نضجت الظروف لاتخاذ قرار سنلمس توتر إسرائيل أمريكي. الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تسمح نفسها أن تخرج من هذا الجهد بخفي حنين. هي فشلت مرتين قبل شهر رمضان وأيضا في عيد الفطر. هي وضعت كل ثقلها، أخذت القوة من قطر ونقلته إلى مصر. رئيس CIA وصل مباشرة إلى هنا. الولايات المتحدة مصممة لحسم الملف لتنتقل إلى حسم الأزمة في الحدود الشمالية. إن لم نصل إلى اتفاق سنشهد تصعيد في المنطقة وسينتقل ثقل العمليات من غزة إلى لبنان. مسألة التوصل إلى اتفاق والإفراج عن المخطوفين ستكون محدودة جدا ولن تعود تكون أولوية. لذلك أتوقع خطوات سيتخذها الأمريكيون ليس في مواجهة نتنياهو لكنها سيؤثر على مجمل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. لذلك يجب أن إسرائيل تحسب خطواتها. وقرار نتنياهو في كل المعاني يجب كل خطوات يجب أن نقول لنتنياهو اذهب إلى اتفاق، لأنه يفكر الآن سياسيا ويفكر في مستقبله. عليه أن يفكر هل هو رجل خاص أو رجل دولة. وبدأنا نرى بالفعل ربما تعليق الولايات المتحدة إمداد إسرائيل بالأسلحة. نكتفي بهذا القدر. أستاذ إيتن دانغوت سكرتير عسكري سابق لوزراء أمن إسرائيلي، شكرا جزيلا لك. دكتور أيمن رقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس حدثني من القاهرة. دكتور نصير العمري ستبقى معي لنقاش ملفنا الثاني.